الله يا معدنية، وما أدراك ما معدنية، أم المسامير. والله يا جماعة هذا السهم لا يقل شأنا عن سهم فيبكو من حيث التفاؤل في أنه يكون يعني من الأسهم اللي ممكن. وبيني وبينكم الشارت تتكلم، هل تعلمون أننا بنلعب خارج مسار هابط رئيسي تاريخي من قمة 2006 مرورا بقمة 2014؟ ويا ما قلنا الأهل معدنية صبرا على معدنية، ما لم يكسر 34.70 35، وانتظروا ماذا لو أغلق مرة أخرى فوق 40.5. للأسف الشديد معدنية اليوم ما أغلق ولا أعطانا تصور قوي شهريا، ولكن بإمكاننا أن نقول أن الإغلاق الشهري أفضل من اللي قبله، وعيننا كمضاربين على مناطق 40.5. ثم لأنه ما في إغلاق شهري، في عندنا هنا مطب، شايفين هذا المطب؟ سبق أن احترموا، كانت قمة فرعية في عام 2015 ضربها معدني فسوى عندها قمة ونزل 42.75. طيب يا أبو محمود، بما أنه معدنية لم يؤكد لك على الشهر الإغلاق فوق النسبة الذهبية، طيب كيف نعرف قوته في شهر يونيو؟ هل بمجرد طلع فوق 40.5؟ لا، لكن نحن ناخذ أهم مقاومة بعدها، فعشان لا نقعد نستنى الإغلاق الشهري ننظر إلى قمة السهم. فلو جاء السهم فوق 40.5 بتداولات عالية فاقتحم 42.75 أو على النظرية 43، ماذا تتوقعون؟ الله أكبر، كشف السهم أوريدي 78 فيبو من الموجة، وهي على أعتاب 48.60 الهدف حقها، هذا في حالة الإيجابي. أما ماذا لو تراجع معدني فكسر 37 للمضارب؟ أين يبقى الدعم الاستراتيجي في شهر مايو؟ 35.34.70 هي منطقة اختبار الترند المخترق ومنطقة 50 فيبو، وكسرها طبعا حيكون هو الأسوأ على الإطلاق، وهذا أهم دعم استراتيجي في شهر يونيو. علم، نذهب للسهم اللي بعده.